مرحبا، بحال حملتوا الـ IntelliJ IDEA وكان جاهز مثل ما حملته، فنقدر نبدي بيه. وبحال بعدكم تستخدمون المتصفح فتقدرون تستمرون ويانا، لكن أنصح بتحميله. اللي أحب أوضحه نصيحة هذا اليوم أنه مشاهدة الفيديوهات ما تسويك مبرمج، فإذا ما تطبقوا ويانا أتمنى تترك المشاهدة وما تكمل هذا الكورس. خلينا نبدي بالـ New Project. راح نسوي أول بروجكت لكاتلين. طيب، في حال ان تم اختيار مثلا غير اوبشن، تختار جافا. يعني احنا ذكرنا انه بنستخدم كاتلين حتى نسوي كود وبعدين يتحول الى بايت كود تشتغل على جي بي ام. ذكرنا انه عندنا جي دي كي، اذا طلع لك شيء احمر هنا فتكست معين مثلا جي دي كي نوت انستولد او هذه الامور، فتلقائيا انت لازم تنصب الجي دي كي اللي ذكرناها بالفيديو السابق. في حال كانت الامور طبيعيه فبهذا الشكل راح تشتغل طبيعي. نكست، راح أنطي اسم للبروجكت ونقول أنه كاتلين كورس فينش. الآن راح يجهز لنا البروجكت الجديد اللي راح نشتغل عليه. طبعا البروجكت راح نقدر نسوي بيه عدة فايلات، نرتب ستراكشر مال فايلز ونشتغل عليها. فديفولت أنا راح يعطينا بروجكت فارغ في فولدر اسمه سورس. هذا الفولدر راح نخليه السورس كود الخاص بالبروجكت مالتنا. رايت كليك نيو كاتلين كلاس او فايل. ملاحظه لطيفه، لو لاحظت انه طلع عندنا اختيارات جافا كلاس او كاتلين كلاس او فايل، حنقدر نسوي ميكس بنفس البروجكت، نكتب جزء من الكود جافا او جزء من الكود يكون كاتلين. راح اختار فايل واسمي الكود واسمي اسم هذا الملف Kotlin Basics. انفتح هذا الملف. تتذكرون احنا الستارت بوينت اللي عندنا لكل برنامج هو دالة المين. في IntelliJ IDEA اكتب حرف M راح يطلع لك كلمة main. انتر، كتب لك هذه المين وظهر لك مثلث اخضر هنا. مجرد ما راح تضغط عليه راح يقوم بتنفيذ البرنامج. حاليا ماكو اي ريزولت هنا لان انا ما كاتب اي كود. خلينا ننزل هاي كم سطر ونبدي نكتب الكود. الدرس السابق تعلمنا المتغيرات، عرفنا متغير وذكرنا انه احنا متغير نعرف كلمة var واللي هو متغير قابل للتغيير. مثلا نعرف اي متغير ونعطي الداتا تايب الخاصة به. في حالة أنه أردنا نستخدم متغير غير قابل للتغيير، راح نستخدم الكيورد اللي اسمها val. هذه معناها المتغير هذا ما راح يقدر يتغير. طيب، إحنا كنا بداية الكورس راح تكون عندنا ستوري. الستوري اللي راح تكون عندنا هي إنه إحنا بنبني social media app. لما نبني social media app كقصة، إذا إحنا راح نحتاج إلى لينك لهذه السوشيال ميديا أو لهذا الموقع. فإذا هذا اللينك راح يكون اكيد من نوع string. هذا اللينك لازم يكون ثابت بالبرنامج، ما راح يتغير. ولنفرض www.oursocial.com. طبعا اسم عشوائي، ما اعرف اذا كان كويس موقع او لا. طيب، وايضا ذكرنا انه print حتى نطبع اي شيء، أو print line حتى نطبع وننزل سطر، وراح أطبع اللينك run. شغل، طبعاً هذا اللينك هنا أنا. أوكي، وأجي أقول link يساوي لي مثلاً newlink.com. هنا نطاني error. ليش؟ لأن أنا هذا عبارة عن فال، والفال هو مثل الكونستانت أو الفاينل في بعض لغات أخرى غير قابل للتعديل. طيب، لو كان هذا فار، شنو أنواع البيانات الأخرى اللي عندنا؟ من أنواع البيانات اللي عندنا بيانات الأرقام اللي هي مثلا الانت. لنفرض أنه كان لايك عندنا بوست معين 5. طيب، نطبع على اللايك. نفرض انه لما ندوس لايك اللي راح يصير راح يزداد اللايكات بواحد.
هذا variable وليس val، ممكن راح يتغير. run 6. طيب في حالة أنه أنا قمت بنقل هذا الجزء من الكود وخليته هنا، كل اللي راح يصير الفرق أنه هذه القيمة راح تكون متوفرة فقط بين هذا القوس إلى هذا القوس. في حالة الفانكشنات اللي راح ندرسها الدروس القادمة إن شاء الله راح نقدر نوصل لهذا القيمة. هذا الموضوع واضح جدا، السكوب الفانكشن الفاريبل اللي كان معرف في خارج أي دالة حقدر أوصلها من كل الدوال، إذا داخل دالة معينة أوصلها من داخل هذه الدالة. طيب من أنواع البيانات الأخرى اللي عندي اللي هي long أرقام طويلة، وعندي ممكن استخدم الدبل أو الفلوت للأرقام العشرية مثلا 5.2، طبعا أكيد ما هو فلوت، وخليها مع حرف F. طيب اللي تلاحظه هنا أنا أن تلقائيا أشر لك عليه أنه هذا المتغير بما أنه هو من نوع فلوت، فأنت بعد ماكو داعي تعرف شنو الداتا تايب الخاص به، ممكن تستخدمه بهذا الشكل. طبعا ماكو عندنا لايكات 5.2 بس ممكن تكون 5.2 كي. اوكي، نوع اخر من انواع البيانات اللي عندنا هي الانتج، عفوا البوليان. البوليان هو لما مثلا نشوف انه هذا الشخص has follower، انا مسوي متابعة، هذا الشيء حيكون بوليان، حياخذ القيمتين اما true او القيمة false. run نشغل الآن false بهذه البساطة. طيب الآن عندنا هذه الـ data type الأساسية، من الـ data type الأخرى اللي هي الـ character أو الـ char واللي هو ياخذ حرف واحد، والحرف الواحد يجب ان يكون بين single quotation وليس double quotation مثل string، ونقول a. وهذا char char راح مثلا نفد شيء معين، ممكن first name او first character of your name طيب أريد أن أنبه على ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه كل الـ data type الأساسية الـ primitive اللي عندي ينكتب أول حرف من عندها capital letter بعض أو الـ upper case. لغات برمجة أخرى كثيرة تستخدم الـ lower case. بالنسبة لتسمية المتغيرات فنكتبها إحنا تلقائيا بالـ camel case اللي هي أول كلمة تكون كلها بالحرف الصغير، ثاني كلمة تبدي بحرف كبير وباقي الحروف صغيرة، والباقي الكلمات أيضا أول حرف كبير والباقي صغيرة. هذه القاعدة راح نتبعها بتسمية المتغيرات دائما. أوكي، الآن تعرفنا على أنواع المتغيرات اللي موجودة عندنا الأساسية في لغة كاتلين. حنتعرف على شيء مهم آخر واللي هو type casting. شنو يعني type casting؟ هسا إحنا نرجع إلى is following واللي كان boolean، نفرض أنه قيمته true. طيب في حالة أنه أنا أريد أغير هذا النوع وخليه مثلا عندي متغير آخر var مثلا is following text من نوع string، عندي نص أريد أشوف أنه هذا هل يطلع لي following أو لا، فراح أجي أقول له is following، عندي مشكلة لا استخدم كيبورد آخر غير كيبورد فلسه المشكلة محروف dot to كلمة to ومن بعدها اسم الداتا تايب اللي أحول إلى. إذا نتحول هذا الآن من boolean إلى string، ولو أجي الآن أطبع هذا طبعا نقدر أطبع boolean is following run true. أوكي،
ممكن عندي فت سترينج معين. فلان أو friend count أقول integer أو get string مثلاً 317. عندك 317 صديق في مكان ما بكود شخص مشتغل قبلك، هل هذا الرقم عبارة عن string أنت تريد تحوله إلى رقم وتتعامل يا مثلا زيد بواحد سويت إضافة صديق، أو نقص بواحد سويت حذف صديق. فاللي راح تسويه إن شاء الله راح نحول هذا الرقم إلى integer، راح نقول frame count dot to integer مثلا زائد واحد run 318 مضبوط. طيب وبنفس الطريقة راح أقدر أحول لكل الأرقام. لنفرض لو مثلا كان عندي 0.2، لاحظ الآن انتجر آني والانتجر ما يقبل رقم بفارزة، صار عندي إرار هنا لأن هذا السترينج ما يتحول إلى انتجر. فممكن أحوله إلى دبل أسوي ران واللي هو 318.2، ونرجع انه ماكو بوينتات بالاشخاص والامثال تضرب ولا تقاس. طيب لو لاحظ الان احنا سوينا عمليه او بروسيس معين او اوبريتر معين على رقم، زيدنا رقم بمقدار واحد، شنو العمليات اللي ممكن احنا نسويها بالنسبه للارقام؟ لنفرض عندنا following count يساوي 200 بار followers count يساوي 120. فهذه عندي رقمين، أنا أسوي فد عملية معينة عليهم. اللي راح أسوي أقدر followers count plus following count run مثل ما اقدر اسوي جمع، اقدر اسوي الطرح، اقدر اسوي ضرب، وايضا اقدر اسوي القسمة والعمليات الاساسية الحسابية عليها. طيب نرجع الشيء، احنا انا هذا الرقم 200، اذا شو الداتا تايب الخاصة بهذا؟ صحيح انتجر. بما انه احنا ما اعطينا الداتا تايب هنا أنا حياخذ الداتا تايب الافتراضية. ليش نطاني هايلايت على جوا كلمة var؟ انتولوجي ايدي عبارة عن ايدي جدا متعاون وياك ويساعدك كتابة الكود بشكل كبير. هنا احنا سوى عرفنا متغير وما قمنا بتغيير قيمة هذا المتغير، فاعطانا احنا ليش نستخدم var المتغير وهم غير عن المفروض تستخدم val. طيب لكن لو خلينا هنا followers count plus زيدنا قيمته، لاحظ شال الهايلايت او شال اليلو لاين اللي هو يعطيك وارنينج او تنبيه انه هذا الشيء انت خطا او بتنبيه ملاحظ عليه ان هذا غير متغير. لكن هنا بقى الرقم غير متغير فاعطاك عليه اشكال، يفضل ان تستخدم val. طيب بما انه الارقام ممكن نسوي عليها عمليات، اذا البوليان راح نسوي ايضا عليها عمليات. نقول var condition أو first condition يساوي true، var second condition يساوي false. إذا راح نقدر نقول لها second condition مثلا and first condition، راح ننفذ هذه الأوبريتر true and false
فالس، وهذا الشيء معلوم لأي شخص عنده معرفة بسيطة بعلوم الحاسوب أو بالبرمجة بشكل عام. طيب لو كانت هذه العملية R run true or false true. جيد، بالنسبة للأرقام نقدر أيضا نسوي عليها عمليات. ما راح أستخدم variables حتى أسهل عليكم الأمر، راح أسوي عمليات مباشرة. يعني مثلا إذا قلت في العدد كان 120 زائدا 100 run 220، ممكن أيضا أجري عليها عمليات حسابية مثلا أكبر run أعطتني true. أوبس، أصغر أعطتني false. أيضا كمعلومة أخرى لك، في العمليات الحسابية أنا ممكن أسوي الآتي. مثلا عندي 120 أو خليها val مثلا الآن شيء معين يساوي لي 120، راح أجي أقول له length. أيضا ممكن أجي أقول له minus وأنطي رقم آخر مثلا 5 بهذا الشكل. وهذه بالأحرى أنا استدعيت function على الأوبجكت هذا، ولهذا حتكون بشكل أوضح بالمستقبل. أيضا ممكن عندي plus وأتعامل وياها بهذا الشكل مو إلا بالشكل المباشر. طيب أحب أتحدث الآن عن واحدة من المميزات اللطيفة والمهمة في لغة كاتلين، واللي هي string templates، واللي راح نستخدمها بكثرة لأن حتسهلنا شغل بشكل كبير جدا. العمليات اللي أنا ممكن أسويها على string هي كثير، بس قبل ما أبدأ أسوي العمليات حسوي الآتي. لنفرض أنه user age كان 19 سنة، وعندي سترينج معين قاعدة تبقى var مثلا user info. هذا الvar قاعدة أقول له user age يساوي 15. اللي راح أسوي الآتي، أكتب كلمة user age يساوي. في لغات البرمجة الأخرى كان واجب علي أنه أسوي concatenate وأقول له user age بهذا الشكل. لاحظ هنا أنا اعترض على هذا، أعطاني warning تنبيه. يعطيك تنبيه اضغط على alt وانتر راح يعطيك خيارات لتصليحها. فيقول لك convert concatenation to template، راح استخدم template واللي هو انه لما تكتب علامة دولار داخل اي string وتخلي بعد علامة الدولار اسم متغير معين، راح يخلي قيمة يسوي كأنما insert قيمة هذا المتغير داخل هذا string. فإذا أجيب لك user info run مثل ما متوقعين user age 19، تمام. وممكن أخلي إيش قد ما أريد، ممكن خلينا نخليها بين أقواس بهذا الشكل. تلاحظوا وياي أن فقط أول اسم variable بعد الدولار الدولار sign راح يعتبره متغير ويخلي القيمة مالته، وهذا الشيء راح نستخدمه بكثرة وحيسهل لنا شغلنا بشكل لطيف. طيب إذا هذا الشخص عمره كبر سنة وأنا إذا أجري عملية حسابية، فاللي راح أسوي راح مثلا أقول له user age plus plus حتى يزيد، وأقول له هنا دولار سان user age. لكن من الأمور اللي جدا لطيفة أنه إحنا نقدر نسوي العملية وإحنا داخل السترينج ويطلع الناتج مالته داخل السترينج. كيف؟ راح أكتب علامة الدولار، بس ما راح أكتب user age plus plus، هالشيء خطأ. إذا أريد أسوي أي عملية أو إذا أسوي شيء بأكثر من اسم variable، اللي راح أسوي الآتي وراء علامة الدولار أفتح قوس بداية وقوس نهاية ونقول user age زائد 1، سويت operator والناتج هذا الأوبريتر سويت له insert باستخدام template داخل string run. بالتأكيد مثل هيك عملية ما بيها assignment، بيها كلمة يساوي، فما راح تغير قيمة اليوزر ايج الحقيقية، مجرد راح
تغيره هنا اثناء الطباعه، اثناء اضافتها العفو الى السترينج والطباعه. طيب مثل ما استخدمنا عباره printlen وprint حتى نطبع معلومات معينه على الشاشه بدل ما او كابسط طريقه نشوفها، احنا حاليا ما عندنا واجهه مطلعين ببرامج متقدمه، احنا اكيد مرات حنحتاج لقراءه ارقام معينه وادخال هذه القيمه المعينه حتى لا نعيد الكود. مثلا انا ممكن شويه مثلا اجرب اذا 25 ايش قد صار، راح اسوي run واظل اغير بالكود. فحنستخدم عباره بسيطه واللي هي داله اسمها readline. طيب داله readline راح تسوي لي قراءه، يعني ادخل فت قيمه معينه وتخزنها بهذا المتغير. طيب انا ادفرض عليها فت قيمه معينه، لنفرض انا ادفرض انتجر، يعني على حساب انه انتجر. طيب راح تطلع لي هنا اكو اشكال، اوقف الماوس عليه راح يقول لي required integer، انه انا مطلوب مني اخلي الانتجر، بس الفاوند هو عباره عن string وعليه علامه استفهام. وفنا من علامه استفهام لان هذا موضوعنا بالدرس القادم، لكن ليش string؟ يعني بكل بساطة هذه دالة readline هي تقرأ فد معلومات معينة، هنا نص معين، تقرأ سطر معين من البيانات وتريد من عندك انه انت رجعت السطر، بس احنا هنا نريد integer. فشلون راح اسوي؟ راح اجي اقول له to int. طيب هنا انا ايضا راح اسوي حركة واخلي علامتين تعجب، اللي هاي راح نتطرق لها بالدرس القادم. حاليا انت تعتبرها غير موجوده لكن حتكون مفهومها واضح بالدرس القادم ان شاء الله. طيب الان اقرا لي سطر من الادخال المستخدم وحوله الى انتجر، واخذنا بالمتغير يوزر ايج اللي هو من نوع انتجر، الفاريبل الثاني عندي يوزر ايج يساوي لي، سوي لي اوبريتر على هذا اليوزر ايج زيد واحد، وبعدها سوي له insert داخل هذا string ثم طبعه run. طيب هسه انا كنت اتوقع مني رقم، اذا دخل 22 enter user age 23 اعرف هذا doesn't make sense، ما موضح او ما لي اي فكره، لكن الفكره هي من read line حتى نسوي input اخر. ممكن تعيد تشغيله بسرعه من هنا، دخل مثلا 30 31 وهكذا. أتمنى يكون الدرس مطوي عليكم، أنا دا أحاول أعطي أكبر قدر من المعلومات بالدرس الصغير، لأن هذه الأمور أساسية ومفهومة عند أي شخص بأي لغة برمجة أخرى مستخدمة. فعلاً انتهى هذا الدرس، شكراً للمشاهدة.